طبيعي جدا لما تعرف ان في سجون بتستغل الكلاب لتعذيب السجناء انك تعرف ايه السلالات وايه الانواع اللي بيستخدموها للسجون دي. واول سؤال بيجي على بالك، الكلاب دي بتبقى كلاب عادية يعني زي الانواع اللي احنا بنشوفها ولا انواع تانية مختلفة؟ ومن ضمن الاسئلة، يا ترى شراستها بتبقى شراسة عادية ولا شراسة ممكن تفوق خيالنا؟ ويا ترى الشراسة لو بتفوق خيالنا زي ما قلنا، يا ترى بيستغلوا الكلاب دي لتعذيب السجناء بس ولا ممكن يستغلوها لحاجات تانية؟ عايز اقول لك ان بيتم بيها تنفيذ عمليات الاعدام. عاوز اقول لك ان الكلاب دي بتاخد عندهم القاب مختلفة، ألقاب مختلفة غير اللي احنا بنطلقها على كلابنا. عايز اقولك ان من ضمن الألقاب دي بيسموها كلاب جرائم النفس، لان معظم السجون دي ما بيكونش موجود فيها الا اصحاب جرائم النفس. علشان كده الكلاب دي بتبقى وظيفتها تنفيذ عمليات الاعدام وحراسة السجون والمعتقلات. ده غير ان من رابع المستحيلات ان اي حد ممكن يفكر ان يهرب من السجون دي بوجود السلالات اللي هتشوفها في الفيديو ده. ولو افتكرت اللحظة ان الكلاب دي من ضمن اخطر واشرس كلاب العالم وبس، عايز اقولك تبقى غلطان. الكلاب دي الفطرة اصلا موجودة عندها للحراسة الشخصية وحراسة الممتلكات العامة، فمن رابع المستحيلات يكون اي مكان مقتني الكلاب دي وحد يعرف يخرج او يدخل منها الا باذنها. في الفيديو ده انا هجاوبك على كل الاسئله اللي انا طرحتها عليك واللي ممكن تدور في خيالك عن اشرس واخطر كلاب العالم. ولو انت بتابعني هيبقى الفيديو ده بالنسبه لك بارت 2، انما لو انت اول مره تتفرج عليا عايز اقول لك ان الفيديو ده ليه جزء اول، جزء اول موجود على القناه عندي. اما لو انت مشترك في القناه ومن ضمن مشاهدين عصابه الكلاب والقطط، فانا عارف ان انت هتعمل احلى واعلى لايك منك للفيديو. اما لو اول مره تشرفني في القناه، فشرفني اشتراكك في اكبر قناه موجوده على اليوتيوب بمتابعيها، يعني بك انت. وما تنساش تعمل احلى واعلى لايك منك للفيديو، وتعالى نتقابل بعد الانترو. في الفيديو ده انا هتكلم على امكانيات الكلاب اكتر من تاريخها، واول كلب معانا كلب البيتبول. عايز اقول لك ان كلب البيتبول كلب حديث، اكنك بالظبط جايب موبايل حديث وانت ما تعرفش امكانياته. عايز اقول لك ان امكانياته فوق ما عقلك يتصور. واول حاجه في امكانيات كلب البيتبول اللي يقول لك عليه ان هو كلب غبي واستيعابه قليل في الاوامر، عايز اقول لك انك تقول له انك عمرك ما ربيت كلاب بيتبول. كلب البيتبول عالميا متصنف من اذكى 20 سلاله على مستوى العالم، يعني بمعنى اصح انت بتتعامل مع كلب عقليته فوق ما عقلك يتخيل. كلب سهل جدا في تدريبه، استوعب منك الاوامر من اول مره او من تاني مره بالكتير. كلب ذكي جدا وحساس جدا تجاه صاحبه. ولو سالتني بمعنى ايه حساس تجاه صاحبه، عايز اقول لك ان بيعشق المالك ليه، يعني بيحب صاحبه جدا وبيبقى حساس جدا تجاهه، يعني بمعنى اصح ما بيقبلش الغلط تجاه صاحبه. وهي دي معظم مشاكل كلب البيتبول. كلب البيتبول دايما بيشوف ان اي حد بيقرب على صاحبه سواء من قريب او من بعيد، يعني بمعنى اصح حتى لو بيتردد باستمرار على المكان، بيشوف ان هو عدو ليه بمجرد ان هو وقف جنب صاحبه. وده بالنسبه لي انا بصنفه قمه الوفاء والاخلاص. اما عن الشراسه، عايز اقول لك ان هو مش كلب شرس، كلب دموي، يعني بالنسبه له الشراسه امر طبيعي. تعالى ندخل على الكلب الثاني، كلب الجيرمان شيبرد. وما تستغربش لما تشوف كلب الجيرمان شيبرد من اكتر سلالات كلاب العالم استغلالا لتعذيب المساجين في اسوأ السجون. كلب الجيرمان شيبرد لو هنتكلم على ذكائه، فيكفيني ان انا اقول لك ان هو واخد مركز ثالث على العالم، يعني انت مش هتشوف ذكاء عن كده، يعني بمعنى صح هيستوعب منك الاوامر من اول مره، ما ينفعش اقول لك من تاني مره. كلب ذكي جدا، اما عن الشراسه فهي مش موجوده عنده، فبيكتسبها بسهوله جدا سواء منك او من اي مدرب بيدربه، يعني مش هتلاقي اي معاناه في تدريبه ابدا على الشراسه. من عمر شهرين ممكن تقدر تقول ان الجرو ده شرس بمجرد ان انت تمرنه من اول اسبوع على الشراسه. اما لو سالتني على دوره في اسوأ سجون العالم، عايز اقول لك ان هو بيتحط في البوزيشن الثالث، يعني كل كلب وليه دوره، هو بيقوم بدور الحراسه لكن ما بيقومش بدور التعذيب، لان زي ما قلنا ان هو كلب مش دموي. ولو عاوز تعرف باختصار الفرق ما بين الكلب الشرس والكلب الدموي، كلب الجيرمان شيبرد سهل انه يمسك لك الحرامي لكن مش هيقطعه، اما الكلب الدموي عايز اقول لك ان هو هيفتك بيه حرفيا. تعال نخش على المركز الثالث، كلب النابوليتان ماستيف. كلب النابوليتان ماستيف من اذكى 20 سلاله على مستوى العالم ومن اقدمها كمان، وبحكم ان انا زي ما قلت لكم مش هتكلم على التاريخ وهتكلم على المواصفات بس، فمش
مش هنخش في الجزئية بتاعت التاريخ وبداية نشيته، يكفي بس ان اقول لك كلب النابوليتان ماسيف كلبين ثلاثة منه قادرين ان هم يموتوا اسد حرفيا، بيقلب 180 درجة بمجرد ان بيحس ان لازم يعمل اتاك في الموقف ده. لو انت مالكش في تربية الكلاب وربيت اول مرة كلب النابوليتان ماسيف هتستغرب جدا من شخصيته. بمعنى ايه الكلب ده شخصية مزدوجة؟ كلب بيقلب 180 درجة. عايز اقول لك ان هو كلب اجتماعي جدا وكلب بيحب اسرته جدا، بس انت مجرد ما هتشوفه انه بيعمل اتاك على شخص او على اي حيوان تاني هتستغرب ان انت كان عايش معاك كلب بالمنظر ده. بيبقى اشرس من قوة اي كلب تاني ممكن تشوفه في حياتك، كلب مش شرس، كلب دموي حرفيا. الكلب ده انا عايز اقولك انك تقدر تقول ان هو اتخلق عشان يحارب، يحارب وبس، يعني كانوا بيستغلوه زمان في الحروب. ومش عايز اتطرق لتاريخه، ولو حابب تعرف تجربتي معاه عايز اقولك ان هو كان تاني كلب اربيه بعد كلب الجيرمان شيبرد، من اجمل الكلاب اللي ممكن تربيها وتقتنيها في حياتك. كلب عنده اخلاص ووفاء لصاحبه فوق معالك يتصور. وبحكم اني ربيته لفترة كبيرة عايز اقولك شوية معلومات ناس كتير ما تعرفهاش عنه. عايز اقولك ان التناية الجلدية اللي انت شايفها دي، التناية دي ما بتوجعهوش نهائي وما بيجريش فيها دم، يعني بمعنى اصح لو اتجرح فيها الكلب ده ما بيتأثرش نهائي. التناية دي معمولة علشان خاطر الحروب، لما اي كلب تاني او اي حيوان مفترس مجرد ما بيمسك في التناية دي عايز اقولك انها بتحمي كلب النابوليتان ماستيف وما بيتأثرش بيها نهائي، يعني بتبقى عبارة عن خدعة لأي كلب أو أي حيوان مفترس يفكر إنه يعمل أتاك على كلب النابوليتان ماستيف، وساعتها كلب النابوليتان ماستيف هينفذ معاه حرفيا. وعلشان ما نتطرقش في الفيديو ده عن كلب النابوليتان ماستيف، تعال على طول ندخل على المركز الرابع. وتقدر تقول إن العشق وصل، زي ما أنتم عارفين حب وعشق الكلب الروتفايلر. كلب الروتفايلر بينطبق عليه مقولة اسم مكتوب، فعلا لازم تشوف اسمه مكتوب في أي قايمة مسجل خطر، هتلاقيه متسجل من ضمن أخطر وأشرس خمس سلالات على مستوى العالم. مش بس كده، واخد مركز تاسع في الذكاء، يعني من ضمن اذكى 10 سلالات على مستوى العالم. برضو مش بس كده، عايز اقولك ان هو كلب حراسة رقم واحد على العالم. ولو سألتني بيستغلوا كلب الروتفايلر ازاي في تعذيب المساجين في اسوأ سجون العالم، فانا عايز اقولك انه بيستغلوه اسوأ استغلال. كلب الروت كلب اجتماعي جدا، كلب بيحب الاسرة والعيلة والاطفال بشكل خاص، لكن مجرد ان هو ما بيتحول عايز اقولك ان بيقلب 180 درجة. شرسته شرسة قتلة، قوة فكه من اقوى خمس فكوك كلاب على مستوى العالم. كلب تقدر تقول عليه مقولة كامل الاوصاف، كلب مفيش ميزة مش موجودة فيه، ده غير ان هم بيعتمدوا بشكل كبير جدا على قوته البدنية اللي هي بتتمثل في عبارة عن 60% كتل عضلية و 40% بس دهون. وتعالى ندخل على طول على المركز الاول. الكلب ده اتحط في الترتيب الاول عالميا، مش مني انا بس، عايز اقولك ان من جميع المواقع الانجليزية. كلب الباريسة كان عليه. الكلب اللي منصحش باقتنائه سواء ما عندكش خبرة في تربية الكلاب او حتى اللي عنده خبرة في تربية الكلاب، كلب شرس ودموي من الدرجة الاولى، بيتجاب في حالة واحدة بس لحراسة الممتلكات العامة. اما لو فكرت انك تجيبه كفرد من افراد العيلة وانك تحطه في البيت، فانا عايز اقولك انك ارتكبت اكبر غلطة في حياتك. الكلب ده لا اجتماعي مع الاشخاص والبني ادمين ولا حتى مع الكلاب اللي من فصلته. الكلب ده ما بيحبش اي حد نهائي، يعني تقدر تقول كده بيكره نفسه. كلب عدائي جدا تجاه اي حيوان اليف ممكن يتربى معاه. يكفي ان اقولك بس ان في دول معينة وهذكر لك اسمها مخصوص في فيديو عن كلب باريسا كناريو، بيعملوا كرنهات عضوية لاقتناء كلب الباريسا كناريو، يعني بمعنى اصح ما ينفعش تمتلكه الا لما تاخد تصريح بامتلاكه، والتصريح ده بره. عشان تاخده عايز اقولك انك لو اقتنيت سلاح اسهل بكتير من انك تقتني كلب الباريسا كناريو، لازم تاخد كورس تدريب مدته شهرين عشان تاخد التصريح ده، والمركز التدريب لازم يكون تابع لجهة حكومية. وعلشان ما اطولش عليكم اكتر من كده في الفيديو، انا الفيديو ده عملته مخصوص علشانكم بناء على تعليقاتكم اللي جت على الجزء الاول، وطلبتوا مني ان انا اعمل الجزء الثاني، وانا نفذت وعدي معاكم، وانا هعرض عليكم عرض تاني في الفيديو ده. العرض ده مهم جدا لكل عشاق الكلاب على مستوى العالم. لو انتوا حابين تشوفوا شرح تفصيلي مخصوص لكل كلب من السلالات دي في فيديو مخصوص لوحده، هعمله بناء على حاجه واحده بس، كميه اللايكات اللي هتنزل على الفيديو
الفيديو ده، بناء عليها هعمل فيديو مخصوص لكل سلالة على حدة عن إمكانياته، إمكانياته الذهنية وإمكانياته الجسدية، وهيكون عنوان الفيديو شرح تفصيلي لكل سلالة على حدة من أخطر وأشرس 10 سلالات على مستوى العالم استغلالا لتعذيب المساجين في أسوأ سجون العالم. وأنا هعرف جوابكم من كمية اللايكات اللي هتنزل على الفيديو ده، إنكم توصلوه لأعلى لايكات ممكنة موجودة على اليوتيوب. لو أنت مش مشترك في قناة عصابة الكلاب والقطط، قناة مافيا دوجز أند كات، يشرفني اشتراكك في أقوى قناة موجودة على اليوتيوب بمتابعيها يعني بك أنت. وما تنساش تعمل أحلى وأعلى لايك منك للفيديو. هتوحشوني حرفيا لحد الفيديو اللي جاي. أشوفكم على خير، مع ألف سلامة.